السلام عليكم شبيبه زينه ان شاء الله كامل تكونوا بخير وان شاء الله كامل تكونوا على خير ورمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير اليوم راح ندخلوا حصه رقم 54 وحصه هذه وش راح نديروا فيها راح نديروا فيها حلول تمارين لسلسله المحولات راح نديروا فيها الجزء الاول آه كما شفتوا في الحصص الماضيه درسنا حصه 52 ودرنا فيها مبدا المحولات والحصه رقم 53 واش درسنا فيها ملخص القوانين المحاويات وهذه تحتاجها بزاف بزاف وحركزوا عليها في باقي الحصص الخاصه في المحاولية على هذه اذا دخلت اول حصه هذه لازم تفرج حصه رقم 52 وحصه رقم 53. اذا حاب تكون مبدع ومتميز تبعني وبإذن الله يولي لك كل شيء سهل. تمارين تاع الجامعه تحلهم بكل بساطه. فاصل ثم نواصل. هاي يا جماعه نبداو أه بالنسبه للحصه هذه جبتكم اربع تمارين من تمرين واحد حتى تمرين اربعه كل تمرين عنده وقت نتاعو كما تمرين واحد هذا هو التوقيت نتاعو تمرين اثنين هذا هو التوقيت نتاعو ابدا من هذا التوقيت تلقى تمارين رقم اثنين هذا تمرين رقم ثلاثه وهذا هو التوقيت نتاعو واخر تمرين في هذا الجزء هو تمرين رقم اربعة وهذا هو التوقيت نتاعه هيا جماعة نبداو جماعة قبل ما نبداو نحلو التمارين عندكم استراتيجية تعامل مع التمارين محولات لازم تطبقوا لي الخطوات هذه من كل ما تجي تحل تمارين لازم تطبق لي الخطوات هذه واش هي الاستراتيجية الاول حاجة واش هي تقسيم الورقة على اربع اجزاء عرضيا على اربع اجزاء كنت تشوفوا كنقسمها بعد ساعتكم وتشوفوا كل شيء قدام عينكم ثاني حاجة قراءة وتحليل تمرين جيداً راح تشوفوني كيف نعود نحلل التمارين راح تساعدكم هذه الطريقة ثالث حاجة كتابة المعطيات كلها في بداية الورقة لازم معطيات كل تخليها قدامك وتشوفها ما تقلب الورقة وآخر حاجة استعمال الملخص مع طريقة التوفيقات الملخص اللي عطيته لكم راح في الجزء الأول بس كنت ماكش حافظ التوفيقات من الطريقة هذه راح تخلي تكري ملخص في راسك مع طريقة التوفيقات راح تولي تحفظ قوانين بطريقة بسيطة جدا وتولي تعرف تجسدهم ببساطة اذا واش نديرو نجيبو ورقه بهذا الشكل كما راكم ورقه بيضاء ومن مستحسن الورقه لازم تكون بيضاء ما تكونش الاوراق هذوك المحاولات القديمه ما تعبلكش عينيك ثاني حاجة واش لازم نديرو الورقة هذه نقسموها أربع أجزاء بهذا الشكل، يعني واش معناتها جمع هذه الطريقة استخدموها في الرياضية استخدموها في الفيزياء استخدموها في الكهرباء، أي حاجة فيها مسألة مركبة ولا تمام مركب لازم ديرها كذا باش كل شيء يكون قدام عيني. من بعدها واش ديرو جمعه بعد ما قسمتوها على أربع أجزاء هنا واش تكتبو؟, تكتبو المعطيات بهذا الشكل تقرا التمرين وبعد ما تفهم التمرين تكتب المعطيات ومن هنا تكتب الحل وهنا تكتب الحل وتخلي كل شيء قدام عينيك وكل ما تجاوب على السؤال النتيجه تاع السؤال لازم ديرها في اطار باه تحتاجها في السؤال الموالي باه عينك ليه ديداكتيها وما تغلطش هكذا جماعه نحبكم ديروها وما تنساوش تجيبوا الملخص اللي كتبناه في الحصه الماضيه باسكو نحتاجوه بزاف بزاف لانه انت ماكش حافظ الملخص ماكش حافظ قوانين مي اليوم في نهايه الحصه ممكن تحفظ 90% من القوانين الحصه اللي بعدها راح تحفظ كل شيء باذن الله ها يا جماعة نبداو بتمارين رقم واحد هيا نطبقوا الخطوات اللي قلت لكم عليها ونقراو التمرين مليح مليح جماعة لازم تقرا التمرين مليح مليح ما تسرعش ماشي يقولك احسب كذا تروح تبدا تحسب وما تكملش السؤال لازم تقرا السؤال من بداية النهاية يا جماعة نروحو في التمارين رقم واحد واش لكم في التمرين رقم واحد لتغذية المنفذات المتصدرة المنفذات المتصدرة باش تمشي ب 24 فولت معناتها التوتر الثاني راح يكون 24 فولت معناتها هذه كلمة مفتاحية نستعمل محادي احادي طور له خصائص التالية واش هي الخصائص التالية يا جماعة لكم 50 هرتز 220 سلاش 24 في 100 في ا آه هذو واش معناتهم هذو لازم تحللهم لازم تعرفهم علاه عطاهم لك هاي نبدا أول حاجة أعطاني التوتر تاع المحول قد يساوي يشتغل تحت 50 هرتز هذه واش نسميوها نسميوها اف على طالي اف ممكن نستخدموها قادر مثلا يقول لك احسب اكس أه... اس أه... اكس اس تساوي اكس 2 زائد اكس 1 في ام 0 مربع و اكس 1 و اكس 2 واش يساوي اكس 1 تساوي ال 1 في اوميجا اوميجا واش تساوي 2 بي اف واللي راح تساوي 2 في 3.14 في 50 ثاني حاجه عطانا لوحة مواصفه 200 سلاش 24، 220 التوتر اللي يجي في الجهة اليسرى هو ديما التوتر الاولي، والتوتر اللي يجي الجهة اليمنى هو التوتر الثانوي الاسمي. إذا هذه نقراو لوحة المواصفات ما نقراوش بالعربية، نقراوها باللغة الفرنسية. إذا 220 نسميها هي التوتر الاولي الاسمي، و 24 فولت هو التوتر الثانوي الاسمي اللي للحملة هذا المحل في الشروط الاسمية. أما 100 في ا آه. كل هي وحده تاعها آه هي الاستطاعه الظاهريه ولا الكليه واش نرمزوا هذه لها اس ان آه. والاس ان آه كما شفنا في نهايه الملخص هي الكلمه المفتاحيه نكتبها هنا لازم تكتبها اذا اس ان آه ماذا يساوي يساوي توتر الاولي في التيار الاولي ولا يساوي توتر الثانوي الاسمي في التيار الثانوي الاسمي ما مش حرف الان بطل في تفهموها بكل بساطه اذا المقادير الاسميه هي نفسها المقادير تاع الحموله لانه المحول راح نبدو له حموله ثابته صممة لاجل الحموله ثابته اذا 99% قيم الاسميه هي نفسها تاع تجربه الحموله نروحوا للسؤال الاول طلب منا تفسير خصائص المحول هانا فسرناهم اذا 50 هرتز شو معناته التواتر الذي يشتغل تحته المحول 220 سلاش 24 220 توتر الاولي اسمي 24 توتر ثانوي الاسمي و100 في اوش هي الاسطاع الظاهريه لهذا المحول سؤال اثنين احسب تيارات الاسمية في الاول اي واحد نومينا والثانوي اثنين نومينا شتو جماعة كي كتبتكم هذا القانون ساعدنا بزاف اذا علاه يعطي لي اسطاع الاسمية ديما نحسبو بها التيارات الاسمية كما هنا التيار الاول اي واحد واش يساوي اس ان على او ا اللي هي تساوي 220 فولت والتيار الثانوي اي اثنين واش يساوي يساوي اس ان على توتر ثانوي اس ان 100 وتوتر ثاني 24 فولت نروحو نزيدو نقراو بعدها شتو كفاهم راني نقرا في التمرين راني نحلل وكأنني درك راني على بالي واش راح ندير بالتفصيل نروحوا اللي بعدها اذا كان عدد لفات الاولي 1180 ان واحد وعدد لفات الثانوي ان سؤال ثلاثة احسب نسبة تحويل ام زيرو والتوتر الثانوي في الفيرا اي 2 صفر هذا راح يكون توتر اعظم راح يكون اكبر بقليل من 24 فولت سؤال رابع والاخير احسب هبوط في التوتر دلتا اي 2 عند التشغيل الاسمي بعد ما قرينا التمارين يا جماعة ارواحوا نحلوا التمارين اذا السؤال اللي جاوبنا عليه خصائص هذاك روحوا السؤال رقم اثنين سؤال رقم اثنين حساب التيار الاسمي في الاولي والثانوي لازم تكونوا جماعه كتبتوا المعطيات كما كما قلت لكم في البدايه اذا اول حاجه بما أن طلب مني التيار الاسمي الاولي ولا الثاني شكون هي القانون اللي يساعدني هو الاستع اذا اسال ماذا تساوي تساوي التوتر الاولي اسمي في التيار الاولي و وتساوي التوتر الثانوي الاسمي في التيار الثانوي الاسمي وانا نحوس على التيار الاولي اذا التيار الاولي ماذا يساوي يساوي إس ان على اي ا ويساوي 100 عطاها لي قيمتها 100 على التوتر الاولي جاي جهه اليسرى اللي هو 220 فولت اذا التيار الاولي ماذا يساوي يساوي 0.45 امبير ونعاود نكتبها ونديرها في وسط الاطار وهذه اهم حاجه كي تكمل يا جماعه تكتبها في وسط الاطار لانه قادر تحتاج التيار الاولي الاسمي جماعه حاولوا انتم تحسبوا واعطوا لي نتائج في تعليقات لانه راني حاسب بالهاتف ممكن راني نغلط في النتائج هذا بالنسبه للتيار الاولي اما التيار الثانوي الاسمي بنفس الطريقه بما انه عندي اس ان يساوي توتر ثانوي في التيار ثانوي اذا التيار الثانوي ماذا يساوي يساوي استطاعه الظاهريه على توتر ثانوي اللي يساوي 24 فولت بعد ما نعوضه يساوي 100 على 24 النتيجه واش نلقاوها نلقاوها 4.16 امبير ومن نديروها في وسط الاطار لانني قادر نحتاج هذا المقدار هذا بالنسبه لسؤال رقم 2 سؤال بسيط جدا نروحوا للسؤال اللي بعده اللي هو سؤال رقم 3 سؤال رقم ثلاثة احسب نسبة تحويل ام زيرو والتوتر الثانوي في الفراغ اي عشرين هيا جماعة نخدم هذا السؤال وما تنساوش المعطيات هذو لازم تكونوا كاتبينهم في البداية اذا ان واحد وان اثنين رايحين نحتاجهم اذا نكتبوا السؤال إذا ثلاثة حساب نسبة تحويل في الفراغ جماعة آه على بالي قانون تاعها بسيط جدا مي راح نعطيكم طريقة التوفيقات اللي عطيتها لكم في بداية الفيديو أي حاجة يقول لك تحسبها هذه الطريقة راح تخليك تحفظ قوانين بسرعة هذه أول حاجة وثاني حاجة راح تخرج كل احتمالات الأسئلة متبقية وثالث حاجة راح تحلل سؤال مركب هذاك سؤال مركب واش لك يولي لك بسبوسة أوكي إذا أم زيرو واش هي القوانين اللي فيها أم زيرو أول قانون أمزير ماذا يساوي؟ يساوي توتر الثانوي في الفراغ على التوتر الأول ام زيرو ماذا يساوي كذلك؟ يساوي التيار الاولي في تجربة القصر على التيار الثانوي في تجربة القصر، زيد واش هما فيهم؟ ام زيرو، ام يساوي عدد لفات ملف الثانوي على عدد لفات ملف الاول، زيد وشكون هما القوانين اللي فيهم الام زيرو. إذن اذا كذلك شكون في فيه ام زيرو؟ ار اس مقام المرجع للثانوي تساوي ار اثنين زيد ار واحد في ام زيرو مربع، زيد وش اللي فيهم القوانين هذا؟ كذلك المعاوقة المرجعة للثانوي تساوي اكس اثنين زيد اكس واحد في ام زيرو مربع، زيد فيها ام زيرو اللي هو ممانعة الكلية المرجعة للثانوي تساوي توتر الاولي في تجربة القصر على التيار الثانوي في تجربة القصر في ام زيرو لازم تكتبهم بهذا الشكل يا جماعة باه تقدر تحفظهم بسرعة من بعد واش نديرو نديرو طريقة التوفيقات. شكون قانون يساعدني من هذه القوانين نبدا في القانون الاول القانون الاول التوتر الاول يعطاه لي 220 فولت مي توتر ثانوي في الفرق ما عطاهليش اذا هذا القانون ما يساعدنيش يولي عندي مجهول زوج شكون القانون يساعدني اللي في فيه مجهول واحد نروح للقانون الثاني اثنين سي سي اعطاه لي هو اثنين نومينال نفسه كي يقول لك اثنين نومينال اثنين سي سي تساوي باسكو تجربه القصه نطبقوها كيعود اثنين نومينال يساوي اثنين سي سي التيار الاول اي واحد سي سي ما عطاهليش هنا يقول عندي مجهولين ما يساعدنيش القانون الثاني قانون الثالث ان اثنين أعطاه لي 1180 وان واحد اعطاه لي معناتها ام نقدر نحسبها ما نقدرش نقدر نحسبها اذا هذا القانون يساعد بعد ما عرفت بلي هذا القانون يساعدني ام زيرو معلومه اذا شنو نقولوا هنا؟ يا ام زيرو معلومه وتوتر اول معلم قادر يقول لي شي يقول لي يا جماعه قد يقول لي احسب توتر الثاني في الفارق اذا يقول لي عندي مجهول واحد شتو كيف نعرف الاسئله راهم جايين نزيدو نروحو للقانون الثاني قانون ثاني ام زيرو ولات معلومه وإثنين سيسي سي سي معلوم اذا اي واحد سي نقدر نحسبه غادي يقول لك احسب التيار الاولي في تجربه القصر اذا ام زيرو معلومه هنا مي هذو كامل مجاهيل معناتها هذا القانون مش حيساعدك مي قادرش يقولك لك يعطي لك مقاومه داخل تاع ملف ثانوي مقاومه داخل الملف الأول يقول لك احسب ار اس نولي آرس نقدر نحسبه كما القانون هذا الثاني كيف كيف قاد يمد لك الاكس واحد وإكس اثنين يقول لك احسب معاوقه الوشع على المراجعه الثانوي وكما القانون هذا ام زيرو اثنين سي سي معلوم قاد يمدلك واحد سي توتر في القصر يقولك أحسب زياد أس والله لك زياد أس احسب اس ولا قادم لك زد اس ويقول لك احسب التوتر الاولي في تجربه القص لازم تخدموا هذه التوفيقات يا جماعه راح تبسط لكم كل شيء منها تحفظ القوانين ومنها تعرفوا الاسئله الجاية وتكونوا مرتاحين مهما يكون من معقد راح تخدموا بكل بساطه هيا يا جماعه نمسحوا اذا شكون هو القانون اللي يساعدني القانون اللي يساعدني هو ام زيرو وش يساوي يساوي ان اثنين ان واحد بس عطاهم لي ويساوي ان اثنين عطاها لي 140 و ان واحد الف ومية وثمانين اذا قد يساوي ام صفر يساوي صفر فاصل واحد واحد ثمنتاش يساوي صفر فاصل مية وثمنتاش ونسبة التحويل يا جماعة ديما تكون اقل من واحد باسكو حنا نقرأ محاولات الخافضة اذا ام زيرو يساوي صفر فاصل مية وثمنتاش هذا بالنسبة سؤال رقم ثلاثة هيا نروحوا نكملوا الاسئله اللي بقاتنا واش طلب منا احسب نسبه تاعو الامزره حسبناها والتوتر الثانوي في الفراغ اي 2 صفر شتو جماعه قبيله عارف ان القانون تاعها وصاي مي معليش راح نزيد لكم طريقه التوفيقات باش نحفظكم في القوانين اذا نكتبوا حساب التوتر الثانوي في الفراغ معناتها اي 2 صفر اذا بعدها نروحوا نكتبوا طريقه التوفيقات اي 2 صفر واش هي القوانين اللي موجوده فيها اذا القانون الاول في ام 0 يساوي اي 2 صفر على اي ا آه. هذا في نسبه التحويل في الفراغ اما القانون الثاني وش هو هبوط في التوتر في الثانوي دلتا اي 2 ماذا يساوي؟ يساوي اي 2 صفر ناقص اي 2 ومن بعد ندير رمز اوكي و اكس باه نعرفوا شكون الاسئله راهي تجي اذا ام M0 معلومه حسبناها والتوتر الاولي عندي 220 فولت معناتها هذا القانون نقدروا نحسبوا اي 2 صفر باسكو مجهول واحد اي 2 معناتها اي 2 صفر ماذا يساوي؟ يساوي ام 0 في التوتر الاول نزيد نروح نشوفوا القانون الثاني ها يا جماعه معناتها كل شيء معلوم في القانون الثاني التوتر الثاني عطاه لي 24 فولت وإثنين صفر قدرت نحسبه من الأول ولا معلوم مع قاد السؤال اللي بعده يقولك احسب هبوط في الت- في التوتر شتو جمعك كل شي يولي بسيط جدا طريقة التوفيقات إذا نمسحه ونروحو نحلو سؤال رقم ثلاثة إذا واش نكتبو إذا إم زيرو ماذا يساوي؟ يساوي إثنين صفر على التوتر الأولي إذا إثنين صفر ماذا يساوي؟ يساوي نسبة تحويل ام 0 في التوتر الاولي ويساوي 0.118 في 220 كي نحسبوها واش نلقاو توتر ثانوي الفرق يساوي 26 فولت اذا هبط في التوتر الابتدائي راح يكون التوتر لازم يهبط 24 26 24 معناتها هبط في التوتر الابتدائي يساوي راح يساوي 2 فولت هذا بالنسبه لسؤال رقم 3 هاي نروح للسؤال اللي بعده سؤال رابع أحسب هبوط في التوتر دلتا اثنين إيه عند تشغيل اسم إيه الشتوات معك درنا طريقه التوفيقات وكانني على بالي وش راح يسالني وعلى بالي كل اجوبه بكون نخدمهم بكل بساطه اذا حساب هبوط التوتر جماعة اللي ما يفهمش حاجه يقدر يعاود الفيديو بشويه انا ما نقدرش نعاود القوانين اوكي باه الفيديو ما يخرجش طويل اذا حساب هبوط التوتر التوتر وين يهبط راح يهبط في الملف الثانوي اذا نزيدو نكتبو طريقه التوفيقات باه نحفظ القوانين نفهم واش جاي لي بعده. اذا شكون هما القوانين اللي فيهم دلتا اي 2 القانون الاول دلتا اي 2 يساوي اي 2 صفر التوتر الثانوي في الفارغ ناقص التوتر الثانوي في الحموله ولا كما شفنا في الملخص دلتا اي 2 واش يساوي اي 2 الكل في ال اس كوز في 2 ايه زائد اكس اس ايه سينيس في 2 هيا نشوف القانون الاول القانون الاول اي 2 صفر حسبناها وتوتر الثانوي حسبناه معناتها دلتا اي 2 هنا نقدر نحسبها بكل بساطه معناتها هذا القانون راح يساعدني اوكي معناتها دلتا اي 2 ولات معلومه نروح للقانون الثاني بما انه دلتا اي 2 ولات معلومه ندير عليها رمز اوكي وتيار ثانوي عطاه لي اذا الار اس في 2 والاكس اس والسينس في 2 ما كانش السؤال اللي بعده واش هو قاعد واش يمد لك يعطي معامل استطاع تخرج منه الكوس وسينس يعطيك اكس اس ويقول احسب ار اس بلا ما يساعدوك قانون قوانين اللي عرفتهم في الار اس والله يمدلك قيمه الار اس ويمد الفي ويبقى لك اكس اس يقول احسب اكس اس انت تحسب اكس اس بالقوانين تاعهم ما يساعدكش راح يساعدكم هذا القانون المركب والله واش يقول حموله مقاوميه كتعد حموله مقاوميه هذه اذا دلتا اي 2 يساوي اي 2 في ار اس اذا ار اس ش يساوي يساوي دلتا اي 2 على اي 2 على هذه يا جماعه خطه طريقه التوفيقات باذن الله عاود لكم كل شيء بسبوسه ها يا جماعه نمسحوا هذو وعرفنا وش راح نحسبوا اذا حساب هبوط في التوتر اذا وش نقولوا في هذه الحاله دلتا اي 2 ماذا يساوي يساوي اي 2 صفر توتر في الفراغ ناقص توتر ثانوي الاسمي وهذا هما المعطيات كامل عندي اذا وش يساوي يساوي 26 اللي حسبناها هاي ورا 26 ناقص 24 اذا الهبوط في التوتر في الملف الثانوي وش يساوي يساوي 2 فولت جمع الهبوط ديما يكون موجود لانه محولات لأننا ندرس فيها حقيقيه وليست مثاليه و2 ديما اكبر من 2 لانه محول حقيقي وهنا جماعة كملنا تم رقم واحد اللي يحب يصوروا يصوروا عادي هذا هما الأسئلة الثلاث ولا الأسئلة الأربعة هاي يا جماعة رحوا تمارين رقم اثنين راح نحلوه بنفس الطريقة هيا جماعة بنفس الطريقة نحلو تمرين رقم اثنين نجيبوا ورقة ونقسموها على أربعة ومن بعدها نقراو تمرين مليح ومن بعدها نكتبو المعطيات ومن بعدها طريقة التوفيقات هاي نبداو نقراو التمرين تمرين رقم اثنين يغذى الملامس كأم اثنين الملامس واش هو هو منفذ متصدر وأي منفذ متصدر التوتر الثانوي تاعو اللي يتغذى به هو 24 فولت إذا عرفت هنا توتر ثانوي قداه لازم يساوي 24 وعشرين فولت انطلاقا من كلمة مفتاحية اللي هي كأم اثنين بمحول كهربائي كتب على لوحه مواصفاته ما يلي يعني اذا 50 هرتز وش معنى التوتر تاع المحول يمشي ب 50 هرتز من بعدها من بعدها روحوا التوتر التوتر اللي يجي في جهة اليسرى 220 فولت هو التوتر الاولي الاسمي اما اللي يجي في جهة اليمنى هو التوتر الثانوي الاسمي 120 في ا وهي كلمه مفتاحيه وهي استعاضة نكتب قدامها SN ان جماعه هذو لازم تكتبوهم كون نكتب فيهم ونكتبوا القانون تاعها اس ماذا يساوي؟ يساوي التوتر الاولي اسمي في التيار الاولي اسمي ويساوي توتر الثانوي اسمي في التيار الثانوي اسمي على طه هذا نقدر نحسبوا التيارات باسكو التوترات عطاهم لنا معلومين روحوا لي بعدها علما ان في واحد صفر يساوي 12.5 واط بي واحد صفر شمعنتها استطاع فعالة ممتصه واحد ملف اولي صفه تجربه الفرق وهذه القيمه ديما كل ما يمدها لك اكتب تحتها تساوي يعني تمثل ضياعات الحديديه نروحوا لي بعدها بي واحد سي, سي هي استطاع الفعاله ممتصه في ملف اولي سي سي كوربس معناتها في تجربه القص تساوي 14 واط هي نفسها بير جول اكتب قدامها بير جول روحوا لي بعدها اعطانا التوتر الاولي سي سي في تجربه القص يساوي 32 فولت بما انه عطاه لي هذا القانون بما انه عطاه لي هذا المقدار كاين عنده قانون واحد اللي في او ان سي سي اذا مش نكتبه زد اس ماذا تساوي تساوي او e ان سي سي على اي 2 سي سي في ام 0 تاكدوا بلي راح يقول لكم احسب الممانعه الكليه المرجعه الثانوي روحوا لي بعدها اثنين سي, سي ثانوي في تجربة القصي يساوي تيا ثانوي الاسمي وهذه اللي لوكا يكتبها لك اكتبها وحدك ماذا روحوا توتر الثانوي في تجربة الفرع وهو توتر الاعظمي اذا قد وعشرين يساوي 25.2 فولت مجرد تركب الحمولة وين يستقر التوتر يستقر 24 فولت اذا هبوط في التوتر هنا قد يساوي يساوي 1.2 فولت اذا استخرجته وحدي قبل ما نقرا الاسئلة اوكي هيا نروحو الاسئله سؤال 43 ماذا تمثل مقادير بي واحد صفر وبي واحد سي سي جاوبتكم عليها بي واحد صفر p واحد صفر تمثل ضياعات الحديديه وبي واحد سي, سي تمثل ضياعات مفعول جول وكي تحبوا تشرحوها بالتفصيل p واحد صفر معناتها استطاع الفعاله الممتصه من طرف الملف الاولي صفر في تجربه الفرق وتمثل ضياعات الحديديه بي ان سي, سي بي هي الاستطاع الفعاله واحد في الملف الاولي سي, سي في تجربه القص وتمثل ضياعات مفعول جول هذا بالنسبه للسؤال ثلاثه وربعين سؤال 44 احسب قيمة الاسمية لشدة التيار في الثانوي اثنين 2 نومينال سؤال 45 احسب نسبة التحويل في الفراغ ام 0 وسؤال 46 احسب المقادير مراجعة الى الثانوي الار اس والاكس اس والزاد اس ومنها زاد اس عرفنا باللي راح نحسبوها في انطلاقا من تحليل التمرين هيا يا جماعة نطبقوا الخطوات اللي قلتهم لكم تقسموا الورقة على أربعة وتكتبوا المعطيات وبعد ما درسنا التمرين وحللناه هيا نبداو نجاوب اذا السؤال الاول حساب تيار اسمي في الاولي والثانوي هو طلب منا الثانوي فقط انا حبيت نزيد لكم تيار الاولي اذا بما انه نقول لك احسب تيار اسمي اولي والثانوي وبما انه عطى لك استطاعه ظاهريه اس ان طبق القانون استطاعه الظاهريه اذا اس ان تساوي التوتر الاولي في التيار الاولي وتساوي توتر ثانوي في التيار الثانوي اذا التيار الأول ماذا يساوي لو كان ننقل التوتر الاولي الى الطرف الثاني جداء كي الطرف الثاني ولي قسمه اذا واش في هذه الحاله التيار الاول يساوي اسطاع ظاهري على التوتر الاولي وتساوي اسطاع ظاهري عطاهانا 120 على التوتر الاولي 220 كي نحسبوها نلقاها 0.54 امبير جماعه انتم تاكدوا بالاله الحاسبه انا نحسب غير بالهاتف انت اذا النتيجه النهائيه نكتبوها في وسط الاطار اذا التيار الاولي اسمه يساوي 0.54 امبير اي حاجه تكملها ديرها في وسط الاطار اكيد من بعد تحتاجها وتلقاها بسرعه عينك ليه ليه ديديكتيها اوكي نروحو نزيدو نحسبوا التيار الثاني الاسمي بنفس الطريقه تيار ثانوي الاسم ماذا يساوي؟ استطاع الظاهري على التوتر الثانوي كي نعوضو 120 والتوتر الثانوي عطاه لي 24 النتيجة 5 أمبير ونديرها في وسط الإطار إذا تيار ثانوي الاسم يساوي 5 أمبير هنا بالنسبة لسؤال 44 روحو السؤال اللي بعده اللي هو سؤال 45 احسب نسبة التحويل في الفارق جماعة سؤال بسيط جدا مين حاب نديكم طريقة التوفيقات باه منها تحفظ القوانين ومنها تعرفوا التمرين كيف يمشي وتقدر تجاوب بكل بساطة إذا هاي نكتبوا حساب نسبة التحويل في الفرق إذا أم زيرو واش القوانين فيهم أم زيرو قوانين كثيرة أم زيرو يساوي التوتر الثانوي في الفراغ على التوتر الأولي زيرو أم كذلك يساوي التيار الأولي في تجربة القصر على تيار ثانوي في تجربة القاصة زيدوا وش كل فيهم أم زيرو أم زيرو يساوي عدد لفات ملف الثانوي على عدد لفات ملف الأولي زيدو كذلك المقاومة المراجعة للثانوي ماذا تساوي تساوي مقاومة داخل الملف الثانوي زيد مقاومة داخل الملف الأولي في أم زيرو مربع يعني هنا فيها نسبة التحويل وزيدوا وش يكون فيهم إكس إس معاقة الوشع مراجعة الثانوي تساوي إكس اثنين زيد إكس واحد في أم زيرو مربع وكذلك زاد اس اللي شفنا قبل زاد اس الممانعه الكليه موجعه للثانوي تساوي التوتر الاول في تجربه القصر على التيار الثاني في تجربه القصر في ام زيرو جمع نكتبوا هذه القوانين بهذا الشكل بنحفظهم في نفس الوقت نعرفوا نحلوا الثمن ومن بعد نشوف شكون القوانين تساعدهم دونك نديروا رمز اوكي واكس هاي نبدا القانون الاول التوتر الثانوي في الفرق عطاه لي 25.2 فولت معلوم والتوتر الاولي معلوم اذا القانون الاول راح يساعدنا اذا ام زيرو واش يولي معلوم القانون الثاني القانون الثاني اثنين سي سي معلم هو نفسه اثنين نومينال و ام زيرو قدرت نحسبها يعني قاعد يجيكم السؤال واش يقول لكم احسب التيار الاولي في تجربه القصة جماعه اي واحد سي سي ماهوش نفسه اي واحد نومينال اتونسيون قاعد يقول لك احسب التيار الاولي في تجربه القص معناتها هذا القانون يساعد روحوا للقانون الثالث ام زيرو حسبناها ان اثنين أن واحد ما عطاهمليش ليش قاعد يمد لك عدد لفات ملف الثانوي يقول لك احسب ان واحد حيساعدك هذا القانون والله بالطريقه العكسيه اذا هذا ما عطاهمناش روحوا لي بعدها الار اس لي ام زيرو مربع قادم يمد لك مقاومه داخليه ار واحد ار تنين يقول احسب ار اس اوكي وقادم يمد لك ار اس المقاومه الموجعه للثانوي يمد لك مقاومه ملف الثانوي يقولك لك احسب ار واحد اذا جمع هذو القوانين جامي جاو في البكالوريا لازم تكون موجد روحك روح القانون الاخير ما قبل الاخير زيرو عندي قادم لك الممانعه الملف الاول تاع الوشيعة ممانعه الملف الثاني تاع الوشيعة يقول لك احسب الممانعه المرجعه للثاني ولا معاوقه الوشيعة المرجعه للثانوي واخر حاجه جماعه زد اس امزرو عطاه هنا وتوتر اول في تجربه القصة أعطاه لنا شفناه اثني سي عني قاعد يقولك احسب أزاد اس وشفنا باللي سؤال طلب منا اس بعد ما كملنا وحللنا ودرنا الطريقة التوفيقات نمسحوا هذا القانون شكون يساعدني قانون الاول اذا نمسحوا هذا ونكتبوا اذا ام زيرو يساوي توتر ثانوي في الفارق على توتر الاولي إجمع حذاك تكتبوا توتر ثاني على توتر الاولي هذه قانون صحيح غير في محول مثالي فقط ويساوي 25.2 عطاها على 220 وتساوي 0.14 ونديروها في وسط الاطار هذا بالنسبه لسؤال 45 سؤال 46 احسب المقادير مرجع الى ثانوي الار اس واكس اس وزد اس ومنها زد اس عرفناها اوكي اذا هاي يا جماعه بنفس الطريقه حساب المقادير المرجعه للثانوي نديروا نفس الطريقة ونخدموا طريقة التوفيقات، أوكي إذا شكون هما القوانين فيهم مقدار إيرس؟ هاي نكتبهم. اذا ال اس شي يساوي سي بي واحد سي سي الاستطاعة الفعالة في تجربة القصر الملف الاولي على تيار ثانوي في تجربة القصر مربع وشكون قالوا اللي في RS اس كذلك RS اس يساوي مقاومة الملف الثانوي زائد مقاومة الملف الاول في ام 0 مربع زيدوا شكون اللي فيه RS اس هو الهبوط في التوتر هبوط في التوتر شو يساوي يساوي تيار ثانوي في RS اس كوس في 2 زائد اكس اس سينيس في 2 هاي من بعد عندي رمز اوكي واكس اذا بي واحد سي سي عطاها لي 14 واط وتي ثانوي اثني سي سي اثني نومينال وحسبته والارس هنا نقدر نحسبها اذا القانون الاول هو ليس عندنا اما القانون الثاني ام زيرو عندنا والارس ولات عندنا قادر جماعه السؤال سؤال جا في البكالوريا يمد لك مقاومه الملف الاول يقول لك احسب ار اثنين مقاومه الملف الثانوي اوكي روحوا للاخر تيار ثانوي عندي والارس عندي معامل اس ملف الملف الثانوي ما لناش واكس اس ما لناش هذا السؤال شو يمد لكم يا جماعه قاد يمد لكم معامل اس تاع تجيب منه كوز وسينيس ويمد لك اكس اس ويقول لك احسب هبوط في التوتر ولا وش يمد لك هبوط في التوتر وكوز وسينيس ويقول لك احسب اكس اس وتلقى اكس اس غير هذا القانون اللي يساعدك كي دير طريقه التوفيق تلقى كل شيء سهل اذا يا جماعه شكون القانون اللي يساعدني من هذه القوانين هو القانون الاول هاي نمسحوه ومن بعدها نروحوا نكتبوا اذا ار سي سي بي واحد سي سي على اثنين سي سي مربع ويساوي 14 على 5 مربع كي نحسبوها نلقاو 0.56 اوم نديرها في وسط الاطار اذا المقاومه المرجعه للثانوي تساوي 0.56 اوم ونروح نزيدو نحسبو بعدها الممانعة الكلية المرجعة للثانوي زد اس إذا نديرو نفس الطريقة طريقة التوفيقات منها بها نحفظو القوانين إذا زد اس ماذا يساوي يساوي التوتر الأول في تجربة القص على التيار الثاني في تجربة القص في نسبة التحويل في الفراغ ولا يساوي الممانعة الكلية زد اس ممانعة الكلية عن طريق مثلث ممانعات يساوي ار اس مربع زائد اكس اس مربع شكون القانون يساعدنا نديرو رمز اوكي و اكس إذا ان سي سي عطاها لنا 32 فولت وتيار الثانوي في تجربه القصر هو نفسه اثنين نومينال حسبناه وام زيرو عندنا اذا زاد اس نقدر نحسبها بقانون الاول اذا هذا القانون الاول يساعدني اما القانون الثاني ار اس حسبناها وزد اس قدرنا نحسبو قدرنا نحسبوها اذا قاد يجيك سؤال احسب اكس اس نقدر نحسبو اكس اس من هذا القانون وبالطبع طلب منا المعاوقه المرجعه للثانوي اذا نمسحه اوكي ونكتبه اذا زد اس يساوي التوتر الاول في تجربه القص تي الثاني في تجربه القص في ام زيرو ويساوي 32 على 5 في 0.114 النتيجه تخرج 0.73 اذا واش نكتبوا هنايا زد اس موان على كليه مرجع للثانو تساوي 0.73 اوم بقاتنا اخر حاجه اخر مقدار واش هو اللي هو اكس اس بعد ما عرفنا القانون تاعها نزيدوا ندير طريقه التوفيقات اذا شكون هما القوانين اللي فيهم اكس اس اكس اس واش يساوي اكس 2 اللي هي ممانعه الملف الثانوي ممانعه وشعه ملف ثانوي زائد ممانعه وشعه الملف الاولي في ام زيرو مربع و اكس 2 جمع واش قلنا هي ال 2 في اوميغا اوكي نزيدو القال الثاني زد اس ممانعه الكليه تساوي ار اس مربع زائد اكس اس مربع كل تحت جذر تربيعي وكذلك اكس اس موجوده في الهبوط في التوتر دلتا اي 2 يساوي التيار الثانوي في ار اس في كوز في 2 زائد اكس اس سينس في 2 نديرو رمز اوكي والاكس اذا ام 0 حسبناها مي اكس واحد واكس اثنين ما عطاهمناش معناتها اكس اس ما تقدرش تساعدني هنا نروحو للقانون الثاني زد اس حسبناها والار اس حسبناها بما انه هنا واش يبقى لي مجهول واحد نقدر نحسبها اذا اكس اكس اس هنا تولي معلومه اذا هنا وش نعاود نرجع نرجع القانون الاول اكس اس معلومه قاضي يمد الام زيرو والاكس اس قاد يقول لك احسب ممانعه الملف الثانوي يعطيك ملف ممانعه الوشعات ملف الاول نروحو للقانون الاخير اثنين عندي الار اس عندي والإكس اس عندي قادر يمدلك معامل استطاعات تخرج منه كوز والسينيس تحسب دلتا اثنين اوكي اذا هنا قادر يجيك سؤال يقولك احسب هبوطه في التوتر اذا بنفس الطريقة نمسحه ونخدمه القانون الثاني هو اللي يساعدني اذا اكس اس واش يساوي اذا زد اس تساوي اكس ار اس مربع زائد اكس اس مربع تحت الجذر كي نخرجوا الاكس اس تولي العكس اذا اكس اس ماذا يساوي يساوي جذر زد اس مربع ناقص ار اس مربع اوكي نعوضوها واش تخرج 0.73 مربع ناقص 0.56 مربع كل تحت الجذر كي نحسبوها لي كاسي 0.47 ومن بعد اخر حاجه نديروها في الإطار اذا معاوقه الوشيعة المرجع للثانوي تساوي 0.47 اه وهنا جماعة زينة كملنا تمرين رقم ثاني وهذا هما كل أسئلة تحبوا تصوروهم وتعودوا تحلو هيا جماعة روحوا تمرين الثالث ما قبل الأخير وبنفس الطريقة وبنفس الخطوات وبإذن الله كل شيء واللي بسبوسة إذا في التمرين رقم ثلاثة أول حاجة واش لازم نديره نقرأ آه تمرين إذا واش قالنا وظيفة التغذية وتحويل الطاقة لتغذية منفذات المتصدرة كلمة مفتاحية منفذات المتصدرة باش تمشي ب 24 فولت إذا توتر الثانوي يساوي 24 فولت لو كان ما يعطيناش في الوثائق صانع نستنتجو عن طريق من كلمة منفذات المتصدرة استعملنا محول أحادي طولة حتى مواصفاته تحمل خصائص التالية 50 هاتس هو التوتر تاعه 230 جماعة هنا ركزوا التوتر الاولي طالش 220 فولت طال 230 حذاري تولوا تخدموا باللوعد اللي متعوض 220 فولت طال 230 اذا هنا نكتب التوتر الاولي اسمي 230 التوتر الثانوي 24 فولت 600 في اي هي الطا الظاهريه نكتبوا قدامها اس ان نكتبوا القانون المفتاحي اذا اس ان تساوي التوتر الاولي اسمي في تيار الاولي اسمي وتساوي التوتر الثانوي اسمي في تيار الثانوي الاسمي ونحتاجوها في الحسابات التيار تجربة الفراغ بدون حموله، قد يسمى تجربة الفراغ ولا تجربة بدون حموله. إذا أعطانا التوتر الثانوي في الفراغ وش يساوي 26.4 فولت وهو توتر أعظمي مجرد تركب الحموله هذا التوتر لمن يهبط 24 فولت. إذا هبوط في التوتر قد يساوي؟ نستنتجوا. إذا تلقى 2 يساوي؟ يساوي 2.4 فولت. وراحوا تجربة بدارة قصيرة تحت تيار ثانوي اسمي اثني سي سي يساوي اثني نومين لو كان ما تكتب تكتبها نتايا اذا بي واحد سي سي يساوي ثلاثة وعشرين فاصلة ربعة واط هنا مباشرة تشوف بي واحد سي سي اكتب تحتها ضيعات مفعول جول هي نفسها ضيعات بمفعول جول سؤال واحد احسب نسبة تحويل في الفراغ وسؤال اثنين احسب المقادير المرجعة RS آل ثم XS ثم ZS علما أن L1 يساوي 2.41 ملي هنري و L2 يساوي 0.285 ملي هنري معناتها هنا تسأل على طالي ذاتية الواشعة L1 و L2 معناتها نستخدموا القانون تاع XS يساوي X2 زائد X1 في M0 مربع إذا على طالي هذو نكتبهم اكس اس ماذا تساوي اكس 2 في اكس 1 في ام 0 ومورا بعد اكد بلي حتستخدم هذا القانون بتحسب معاوقه الوشيعه المرجعه للثانوي هذا هو التحليل التمرين وهذه الاكس 2 يا جماعه ماذا تساوي اكس 2 تساوي ال 2 ذات الوشيعه ال 2 في اوميجا واكس 1 تساوي ال 1 في اوميجا والاوميجا تساوي 2 بي اف اللي هو نبض الشبكه هيا يا جماعه نبداو في الحل الأسئلة السؤال آه الاول حساب نسبه التحويل في الفراغ اذا جمع ذوك صاي نسبه تحويل الفراغ درنا التوفيقات تاعها وعرفنا القوانين اللي يساعدونا اذا هنا عطى لي التوتر الثانوي في الفراغ وعطى لي التوتر الاول اذا ام زيرو ماذا يساوي يساوي اي 2 صفر على اي ا اه. ويساوي 26.4 على 230 هذا تكتبوا 220 ويساوي 0.114 إذا أم زيرو ماذا يساوي 0.114 فاصل مية وأربعتاش في وسط الإطار روحوا لي بعدها سؤال اثنين احسب المقادير المرجعه للثانوي هنا تفرض عليك اس ثم اكس اس ثم زد اس وعطى لك ال واحد وال ال اثنين هاي نبداو نجاوبو اذا في واحد سي ثلاثة عطاه لي 23.4 واط واثنين سي يساوي اثنين نومينال كما قلت لكم أعطيت ثم ديروها في البدايه اذا حساب المقادير الموجعة للثانوي اذا ارس شفناها من قبل توفيقات وعرفنا كل شيء اذا شكون القانون اللي يساعدنا بما انه عطالي بي واحد سي وعندي تيار اثنين سيسي نقدر نحسبه اذا شكون يحق يساعدني قانون ارس يساوي بي واحد سي على اي سيسي سي سي مربع اذا جماعه بي واحد سي معلومه إثني سي سي ماشي معلومه نستخدموها من قانون استطاعه الظاهريه اذا سي, سي هو اثنين نومينال واثنين نومينال عرفنا ديما نحسبوه من قانون استطاعه الظاهريه اثنين نومينال يساوي اس ان على توتر ثانوي ويساوي 300 على 24 ويساوي 12.5 امبير نديرها في وسط الاطار اذا تيار ثانوي في تجربه القصوى ولا تيار ثانوي الاسم يساوي 12.5 امبير بعد ما لقينا هذه القيمه نعوضوها في القانون الاول ار اس يساوي بي واحد سي سي على اثنين سي سي مربع ويساوي 23.4 على 12.5 كل مربع كي نحسبوها نلقاها 0.15 اوم اذا نكتبوها في وسط الاطار ار اس ماذا يساوي يساوي 0.15 اوم هذا بالنسبه ل ار اس هيا روحوا اللي بعدها نحسبوا الاكس اس اكس اس لاحظنا القانون اللي ساعدنا هو اكس 2 زائد اكس 1 في ام 0 مربع باسكو عطى لي ذاتيه الشعه 1 وال 2 اذا ماذا تساوي اكس 2 تساوي ال 2 في اوميه و اكس واحد تساوي ال واحد في اوميغا في كل في ام 0 مربع من بعد جماعة نبداو ركزوا معايا اذا اذا اكس اس ماذا تساوي تساوي اكس اثنين اكس اثنين وش تسوي? تساوي ال2 في اوميجا ال2 قد عطاها لنا عطاها لنا 0.285 ملي هنري جمع هنا عطاها لنا بالجزء ملي هنري المقادير تحسب بوحدات الدوليه معناتها ملي واش يساوي بوحده دوليه في 10 قوه ناقص 3 على هذه حولتها ضربتها في 10 قوه ناقص 3 واش لقيتها 0.3 اصفر 285 في اوميجا تاع الجزائر قد تساوي اوميجا تساوي 2 بي في اف 2 في 3.14 و اف قد 50 هرتز نلقاو 314 زائد زيد ال اعطاه عطاها لي اثنين واحد ملي هنا كنا نضربها في عشرة قوة ناقص ثلاثة نلقاو صفر فاصل صفرين ميتين واحد في في اوميغا في ام زيرو مربع صفر فاصل مية مربع كي نحسبوا النتيجة واش نلقاوها صفر فاصل صفر تسعة او جماعة هذا سؤال جامي جا في البكالوريا على هذا السؤال ديروا في بالكم اذا نديره في الاطار اذا معاوقة الوشعة المرجعة للثانوي تساوي صفر فاصل صفر تسعة او واش بقى لنا قلنا المقدار الاخير اللي هو زد اس الممانعة الكلية المرجع للثانوي نجيب المثلث الممانعات اذا زد اس ممانعة الكلية تساوي جذر تربيعي اس مربع زائد اكس اس مربع من بعدها نعوضو تساوي 0.15 مربع زائد تسعة مربع الكل تحت الجذر كي تحسبوها تلقاو 0.17 ونديرها في وسط الاطار اذا زائد اس ماذا يساوي 0.17 او هنا حسبت المقادير المرجعه للثانوي جماعه قد لكم احسبوا المقادير المرجعه الاولي تكونوا حافظين القوانين اوكي اذا شنو تولي المرجع الاولي تقول لي ار بي تساوي بي واحد سي سي على اي واحد سي سي مربع وتحسبها من بعدها تحسب اكس بي اكس بي تساوي اكس واحد زائد اكس اثنين على ام زيرو مربع القانون راح يكون بهذا الشكل وتحسبها ومن بعدها تحسب الزد بي اللي راح تساوي ار بي مربع زائد اكس بي مربع الكل تحت الجذر هذا كي يقول لك احسب المقادير المرجعه للاولي على هذه ما تنساوش مقادير المرجع الاولي صح المقادير المرجعه للثانوي اهم ما تنساهاش اوكي وهنا جمع زينا كملنا تمارين رقم ثلاثة وبقى لنا اخر تمرين في هذه الحصة اللي هو تمرين رقم اربعة يا جماعة بنفس الطريقة جيبوا ورقة قسموها على اربعة من بعد اقرأوا التمرين حلوه ومن بعد اكتبوا المعطيات ومن بعد طبقوا طريقة التوفيقات واستخدموا الملخص اللي لكم هاي نبدأ تمرين اربعة محول تغذيه معقب مش مع كلمه معقب معقّب كهرباء باش يمشي 24 فولت اذا التوتر الثانوي واش لازم يكون يكون 24 فولت الموزع الموزعات والكهرصمم يحمل المعلومات التاليه اذا 50 معناتها توتر الشبكه 220 جي في جهه اليسرى معناتها التوتر الاولي اسمي 24 فولت جي في جهه اليمنى معناتها التوتر الثانوي الاسمي و120 في ا مادام عطاها لي معناتها نكتب اس ونكتب القانون تاعها تساوي التوتر الاولي اسمي في التيار الاسمي الاولي اسمي وفي وتساوي التوتر الثانوي اسمي في التيار الثانوي الاسمي وهذا شو يسموهم خصائص المحاول قال يجيك السؤال يقول لك استخرج الخصائص تاع المحاول خرج هذو المقادير اوكي وجريت على هذا المحاول الاختبار التالية اختبار في حالة الفراغ بدون حمولة بي واحد صفر تساوي خمسة واط وين تلقى بي واحد صفر واش تكتب قدامها هي بيرد فار روحو لي بعدها اثنين صفر التوتر الاعظمي في تجربة الفراغ الثاني يساوي ستة وعشرين فولت اذا هبوط في التوتر واش لازم يكون لازم يهبط ربعة وعشرين اذا هبوط في التوتر هنا واش يساوي نستنتجو يساوي اثنين فولت اذا دلتا اثنين يساوي اثنين فولت والتوتر الاول يساوي ميتين وعشرين فولت روحو للتجربة الثانية اختبار بدارة قصيرة اذا بي واحد سي سي يساوي 5 واط وين تلقى بي واحد سي سي واش تكتب ضيعه مفعول جول كاينه ملاحظه جماعه ركزوا معايا مليح بي واحد صفر يساوي 5 واط وبي واحد سي سي يساوي 5 واط متساويين اذا واش نقولوا في هذه الحاله هذا المحاول يقدم مردود اعظمي لماذا لانه ضيعات الحديديه تساوي ضيعات مفعول جول ولا نقولوا بي واحد صفر واش يساوي يساوي بي واحد سي سي نروحوا اللي بعدها 2 سي سي يساوي 5 امبير ونكتبوا نفسها هي 2 نومينال من بعدها يا جماعة نروح نقراو الأسئلة أحسب نسبة التحويل في الفراغ سؤال اثنين ماذا تمثل بي واحد صفر و بي واحد سي جاوبتكم وين؟ سؤال ثلاثة أحسب قيمة المرجعة للثانوي ار اس من بعد عند تشغيل اسم المحل وب... وبتوتر ابتدائي 220 فولت ينتج تيار ثانوي اثنين نومينال يساوي خمسة امبير تحت توتر ثانوي 2 يساوي 24 فولت وبمعامل استطاع قوس في 2 اعطاكم معامل استطاع تساوي 0,8 اعطاكم معامل استطاع قوس في 2 تساوي 0,8 سؤال 4 احسب هبوط في التوتر دلتا 2 رغم ان استنتجنا يساوي 2 فولت احسب قيمه المعاوقه المرجعه للثانوي اكس اس واخر سؤال احسب المردود المحول هيا يا جماعه نبداو في الحل تمارين نبداو حساب نسبه التحويل في الفراغ اذا ام زيرو واجمع بعد ما ديروا التوفيق راح تلقاو بلي ام زيرو يساوي التوتر الثاني والفارق على التوتر الاولي باسكو عطاها لنا في زوج وتساوي 26 على 220 فولت كي تحسبوها تلقاو 0.118 نديروها في وسط الاطار اذا ام زيرو يساوي 0.118 هذا بالنسبه للسؤال الاول السؤال الثاني ماذا تمثل بي واحد صفر وبي بي واحد سي سي هاي نجاوبو إذا بي واحد صفر وش هي؟ هي استعال فعالة ممتصة من ملف الأولي صفر في تجربة الفراغ. واش تمثل؟ تمثل ضياعات الحديدية بات فا. أما بي واحد سي سي هي استعال ممتصة من ملف الأولي سي سي في تجربة القصر وش تمثل, تمثل؟ تمثل ضياعات مفعول جول ولا ضياعات الحراري. سؤال ثلاثة احسب قيمة المقاومة المرجعة للثانوي إرس اس. هاي اش حساب المقاومة المرجعة الإرس اذا ار اس شكون هو القناه يساعدني بي واحد سي سي عطاها لي وإثنين سي سي عطاها لي اذا ار اس ماذا تساوي بي واحد سي سي على اثنين سي سي مربع وتساوي خمسه على خمسه مربع كي تحسبوها تلقاو صفر اثنين ام من بعد كي نكملو نديروها في وسط الاطار روحو سؤال اربعه سؤال اربعه احسب هبوط في التوتر دلتا اثنين اذا هنا واش نكتبو حساب هبوط في التوتر دلتا اثنين اذا دلتا اي 2 شكون هو القانون يساعدني قانون اي 2 صفة أعطاها لي 26 فولت والتوتر الثانوي عطاها لي اذا هذا القانون راح يساعدني بزاف نطبقه مباشره اذا يساوي 26 ناقص 24 ويساوي 2 فولت ومن بعد نديروها في الاطار اذا دلتا اي 2 يساوي 2 فولت هبوط في التوتر يساوي 2 فولت إذا كان هبوط في التوتر يساوي زيرو فولت نقولوا في هذه الحالة محول مثالي وحنا جمعنا ديما محولات لا نخدموا بهم حقيقي على هذا التوتر الثاني تلقاو أكبر من 24 فولت روحوا لي بعدها سؤال خمسة احسب قيمة المعاوقة المرجعة للثانوي اكس اس ها يا جماعة إذا في هذه الحالة يا جماعة نحسبوا اكس اس المعاوقة المرجعة للثانوي في هذه الحالة هنستخدم طريقة التوفيقات باسكو ما استخدمناهاش من قبل بالنسبة لها إذا واش هما القوانين اللي فيهم اكس اس إذا القانون الأول اكس اس واش يساوي يساوي اكس اثنين زائد اكس واحد في ام زيرو مربع قانون ثاني عن طريق ممانعه الكليه زائد اسم ممانعه الكليه واش تساوي جذر التربيعي ار اس مربع زائد اكس اس مربع وكذلك كاين قانون اخر في اكس اس اللي هو هبوط في التوتر هبوط في التوتر واش يساوي اثنين في ما بين قوسين ار في قوس في 2 زائد اكس اس سينس في 2 من بعدها ندير الرمز اوكي والاكس ونشوف القانون اللي ساعدنا هاي نبدا اذا ام 0 لقيناها اكس واحد واكس اثنين ما عطاليش ذاتي تواشع ال واحد وال ما نقدرش نحسبهم معناتها اكس هنا اس هنا ما نقدرش نحسبها روح القانون الثاني الار اس قدرت نحسبها وزاد اس ما عطاها ليش معناتها هذا القانون ما يساعدنيش اذا اكس اس ما نقدرش نحسبها نروحو للقانون اللي بعده هبوط التوتر لقينا 2 فولت عندي تيار ثانوي عندي 5 امبير الار اس حسبتها المعامل استطاع تاع جمع عطاه لي 0.8 ومن كوس في اثنين نقدر نجيبو سينيس معناتها معلومه اذا واش يبقى لي يبقى لي غير اكس اس معناتها مجهول واحد معناتها اكس اس نقدر نخرجها من القانون هذا اجمع شتو كيف الطريقه بسيطه طريقه التوفيقات تبسط لك كل شيء وتخليك تعرف كيف تتعامل مع الاسئله بكل بساطه مهما كان تمرين معقد راح يولي لك بسبوسه تبعوني وما تخافوش على هذه واش قلت اذا حاب تكون تولي مبدع متميز تبعني عايني نمحيو هذه ونبداو نحسبوا اذا واش نقولوا حساب المعاوقه المراجعه للثانوي اكس اس إذا لقينا بلي قانون يساعدنا هو هبوط في التوتر، إذا دلتا إثنين واش يساوي؟ يساوي إثنين ما بين قوسين إيه في كوز في إثنين إيه زائد إكس إس سينيس في إثنين. إيه من بعد نخرجوا إكس إس، شو معناتها نخرجوا إكس إس؟ أول حاجة ننقلوا إثنين إيه طرف ثاني. جداء، أي حاجة جودة معاملة ننقلها طرف ثاني تولي قسمة، إذا شو دلتا إثنين إيه على إثنين. إيه ارس إيه في كوز في إثنين إيه هي ذكولات زائد. كي على الطرف الثاني تولي ناقص اذا شتولي مقدار يولي دلتا اي 2 على 2 ناقص ار اس كوز في 2 واش بقى لي حد الان اكس اس سينيس في 2 انا نحوس على اكس اس سينيس جدا كي تنقلها الطرف الثاني تولي هذا المقدار كامل على واش على سينيس في 2 يعني هذه طريقه رياضيه نورمالمون تاع تعرفها تخدمها بكل بساطه بعد ما خرجت اكس اس نجمع نديرو تطبيق عددي قبل ما نديرو تطبيق عددي كوز في 2 قداه يعطيها لنا معامل استطاع ملف ثاني 0.8 واش نديرو نديرو الطريقه العكسيه في الاله الحاسبه باه نخرجوا في 2 اذا في 2 واش نلقاو الزاويه تساوي 36.7 و8 ولا تقدر تلقاو في الاله الحاسبه مباشره من الكوز تخرجوا لها سينيس بعد ما خرجت الزاويه لقيتها 36.87 ديجري واش ندير لها سينيس اذا سينيس تاعها واش نلقاوها 0.6 هيا جماعه نعوضوا اذا دلتا اي 2 قد عطاه لي 2 فولت ورس حسبناها 0.2 اوم و 2 سي سي لقيناها 5 امبير نفسها اي 2 إذا نعوض مباشرة إذا إكس إس ماذا يساوي؟ يساوي 2 على 5 ناقص 0.2 في 0.8 على سينس في 2 اللي هي 0.6 كي نحسبوها نلقاو 0.4 أوم وآخر حاجة نديروها في إطار إذا إكس إس يساوي 0.4 أوم روحوا لي بعدها واش يطلب منا احسب المردود المحول هاي يا جماعة روحوا للمردود المحول إذا حساب المردود إذا المردود ميو ماذا يساوي؟ يساوي يساوي استطاعه المخرج على مدخل ويساوي بي اثنين على بي واحد وكما راكم تلاحظوا بي واحد ما عطاها لناش التوتر الاولي نقدر نحسبه التيار الاولي نقدر نحسبه مي كوز في واحد ما عطاهاش على هذه نوليو نكتبوها بدلاله بي 2 يعني معناتها في البسط يكون بي 2 وفي المقام يكون بي 2 اذا كما شفتوها في الملخص وتساوي بي 2 اذا ماذا تساوي تساوي بي 2 على بي 1 بي 1 واش يساوي بدلاله بي 2 يساوي بي 2 زائد مجموع الضياع ويساوي بي 2 زائد بارت زائد بارت زو من بعد اجمع نحسبوا بي 2 اذا طبقوا القانون تاعها اذا بي 2 ماذا يساوي يساوي التوتر الثانوي في التيار الثانوي في كوز في 2 ويساوي كذلك جماعه توتر في التيار هو نفسه الاس اذا ما نظلش نحسبه مباشره نكتبه بدالة الاس بما انه التوتر في التيار يمثل الاس اذا وتساوي اس في كوز في 2 اذا بي 2 واش تساوي بدلاله الاس تساوي اس في كوز في 2 والاس يا جماعه عطاها لنا علاه لكم دلاله الاس لانه اس عطاها أنا خير ما نظل نعوض اذا الاس كدا عطاها أنا 120 في ار والكوست في 2 عطاها لنا 0.8 اذا تساوي 120 في 0.8 وتساوي 96 واط هنا جماعه واش راني حسبت حسبت بي 2 بعد ما حسبت بي 2 نروح نعوضو في قانون المردود اذا المردود واش يساوي يساوي بي 2 اللي هي 96 على بي 2 زائد بارفا زائد بارجون اللي هي 96 زائد 5 زائد 5 كي نحسبو هنا 0. 9056 ومن بعدها نخرجوا المردود النسبي هذه القيمه نضربوها في المية اذا المردود النسبي ماذا يساوي يساوي 90.56% وفي النهايه واش نقولوا هذا المحول يقدم مردود اعظمي لماذا لانه بيرت جول يساوي بيرت ف وهنا يا جماعه كملنا التمرين الرابع راح نعاود نمشي لكم التمرين الرابع بالبطء باه تكتبوا هذا التمرين عايشوا معايا مليح اذا راح نمشي بشويه وهنا يا جماعه كملنا حصه رقم 54 ودرنا فيها تمارين مباشره وان شاء الله القوانين رقم حفظتوا على الاقل على الاقل 70% ولا 80%، الحصه اللي بعدها ان شاء الله راح تحفظوا قوانين كامل وراح يولي ملخص كامل في راسك، بقاتنا حصه 55 56 ان شاء الله في اسرع وقت نكملهم باذن الله، وهنا يا جماعه الزينه ما بقى عليا نقول صح فطوركم والسلام.